عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنتكلم مع بعض عن البيكنج صودا، ليها فوائد كتيرة جدا. اول حاجة هبتدي بيها في مشروب عبارة عن كوباية مية وعصير ليمونة ومعلقة صغيرة بيكنج صودا. المشروب ده بنشربه الصبح على الريق قبل ما ناكل اي حاجة، بيفيد الجسم جدا، بيطهر الجسم من السموم، بيخلص الجسم لو في مشاكل في الجهاز الهضمي او في انتفاخات، بيحمي من السرطان، بينظم مستويات الكوليسترول في الدم، بيحمي الجلد، بيقلل من ظهور التجاعيد وعلامات الشيخوخة، مهم للقلب ومهم برضو لجهاز المناعة. عايزة اقول لكم ان المشروب ده برضو بيحقق التوازن في مستويات درجة الحموضة في الجسم، لان البيكنج صودا ليها تأثير قلوي. المشروب ده برضو حلو قوي للناس اللي بتعمل دايت، بيساعد على تقليل الوزن. البيكنج صودا ليها فوائد كتيرة جدا في كذا مجال، يعني في البشرة، التجميل، حاجات في البيت بنستخدمها، هقول لكم حالا على كل الفوائد بتاعتها. لو اخدنا معلقة وحطيناها على الشامبو بتدي الشعر لمعة، زائد الشعر بيبقى سهل في التصفيف، اذا هي بتغنينا عن البلسم وحمامات الكريم. تعتبر برضو مطهرة ان احنا بناخد فرش الشعر والمشط ونحطها في مية فيها بيكنج صودا، لو الفرش دي فيها زيوت او دهون بتبتدي تنضف. فرشة الأسنان برضو بنطهرها ان احنا بنحطها برضو في مية فيها بيكنج صودا. هقول لكم بقى على شوية معلومات كده في مجال التجميل. احنا بنعمل عجينة عبارة عن بيكنج صودا ومية فقط. العجينة دي بقى بنعمل بيها ايه؟ لو عندنا حب شباب او رؤوس صودا بنحط العجينة دي على الوش لمدة ربع ساعة، بعد كده بنغسله بالمية الدافية. البيكنج صودا فيها مادة قابضة بتساعد على تنظيف المسامات وبتصغر حجمها، وبتتحكم في إفرازات البشرة الدهنية. تعتبر برضو غسول للفم ان احنا بنحطها في كوباية مية دافية ونتمضمض بيها، بتبقى حلوة قوي. انا ليا تجربة شخصية، كان عندي اللوز واحتقان في الحلق جامد جدا، فبدأت اتغرغر بمية دافية ومعلقة بيكنج صودا 3 مرات في اليوم، اتحسنت كتير. يعني هي حلوة جدا للناس اللي عندها التهاب في الحلق، بتزيل رائحة العرق. بنحط شوية بيكنج صودا على مية، ولو عندنا اي زيوت عطرية بنحط نقطتين من الزيت ونستعملها مزيل عرق طبيعي من غير اي مواد كيميائية. في لدغ الحشرات، النمل، الناموس، النحل، بنحط على مكان اللدغ ده شوية من البيكنج صودا. بتخفف برضو من اثار الشمس والحروق اللي في الشمس. برضو بيبقى في ساعات منطقة الرقبة بتبقى غامقة شوية، فبنحط عليها الخليط اللي قلت لكم عليه اللي هو مية وبيكنج صودا فقط، يعني ما بضيفش اي حاجة تانية. هي بقى مفيدة قوي لازالة الروائح، سواء الروائح دي كانت في التلاجة، بنغسل التلاجة بمية فيها بيكنج صودا، الاحذية بنرش عليها، سلة القمامة بعد ما بنغسلها برضو بنرش فيها شوية، السجاد، فرش السيارات، المشايات اللي بتبقى في السيارات. إزالة الروائح من الإيدين اللي هي بقى ريحة السمك، البصل، الثوم، بنحط شوية في إيدنا بيكنج صودا، وبعد شوية نقوم غسلين إيدينا بالمية، بنلاقي مفيش أي أثر لأي روائح خالص. ملابس الأطفال الصغيرين، الملابس الداخلية بتاعتهم ساعات بيبقى فيها روائح،
المية اللي بنشطف بيها الملابس بنحط فيها شوية من البيكنج صودا. تعتبر برضو علاج للتسلخات أو الالتهابات اللي بتحصل نتيجة للحفاضات اللي الأطفال بتستعملها. يعني البيكنج صودا ليها نفس تأثير البودرة اللي هي بتاعت الأطفال، بودرة الأطفال. برضو منع انسداد البلعات ان احنا بنحط مية سخنة واربع معالق من البيكنج صودا بندوبهم في المية السخنة وبنحطها في البلاعة. لو عملنا الحكاية دي كل اسبوع مش هيحصل اي انسداد لأي بلاعة. لو لا قدر الله حصل حريق بسبب الفرن الكهربائي بنطفيه بالبيكنج صودا. الفرن بتاعنا لو في دهون على الأرفف بنرش شوية بيكنج صودا ونسيبها ربع ساعة، بعد كده بنمسحها بأي سفنجة أو بأي قماشة بنلاقي الدهون دي راحت. لو عندنا زهور بنحط في المية بتاعت الزهور دي بيكنج صودا، بتساعدها ان هي تعيش، بتطول يعني عمرها شوية. بتنظف الرخام قطع الأساس المعدني. لو عندنا حاجات مصنوعة من الفضة، حقائب الإيد، الشنط بتاعتنا، النوافذ، زجاج السيارات، كل الحاجات دي بنرش عليها شوية من البيكنج صودا ونقوم مسحنها، بتبقى نظيفة جدا وبتلمع. بنستخدمها برضو كمعقم للفاكهة والخضروات. يعني في المية اللي بنغسل فيها الفاكهة والخضروات بنحط فيها معلقة كبيرة بيكنج صودا، بتدينا نفس التأثير بتاع الخل. يعني أنا دايما بغسل أي فاكهة أو خضروات بالخل، فلو ما فيش خل بنستغنى عنه ونحط البيكنج صودا بداله. هي برضو بتساعد في تسريع التسوية بتاعة بعض المأكولات زي الفاصوليا البيضة، اللوبيا، الحمص. الحاجات دي بتاخد وقت كتير جدا في السوى، فاحنا بننقع الحاجات دي لمدة نص ساعة في مية، بس المية دي نحط فيها معلقة صغيرة من البيكنج صودا. زي ما قلت لكم البيكنج صودا ليها فوائد كتيرة جدا جدا، سواء للبشرة، في البيت. في حاجة برضو عايزة اقول لكم عليها، لو رجلينا بتوجعنا او جايين من مشوار مشينا كتير، فبنحط مية دافية في طبق كبير وبنحط فيه 3 معالق بيكنج صودا ونحط رجلينا في المية دي لمدة نص ساعة، حالتنا بتتحسن كتير لان بتساعد على تحريك الدورة الدموية في الجسم كله. فالبيكنج صودا مهمة جدا في كذا حاجة، غير بقى ان ليها فوائد طبعا في المعجنات والكيكات، وصفات الطبخ، الحاجات دي كلها. انا بحب قوي الحاجات اللي بتبقى طبيعية ومتوفرة ورخيصة. يعني زي ما قلت لكم هي رخيصة جدا وليها فوائد كتير جدا. من الفوائد برضو المهمة بتاعتها النمل. كلنا في فصل الصيف بندور على حاجة نحطها عشان النمل ما يبقاش متواجد عندنا في البيت. البيكنج صودا لو رشناها ما بيجيش اي نمل. وبرضو تحت الحوض بتبقى مهمة ان احنا نرشها تحت الحوض عشان الصراصير. برضو الملابس لو فيها دهون بننقعها ربع ساعة في مية فيها بيكنج صودا وبعد كده نقوم غسلينها. لو وقع على الأرض شمع أو دهون بنرش عليها شوية من البيكنج صودا ونسيبها 10 دقايق وبعد كده نبتدي نمسح الأرض، بنلاقي إن الأرض بقت نظيفة. فبتهيألي كده قلت لكم فوائد كتير جدا. يا رب تكونوا استفدتوا من فيديو النهاردة.